وقالته مصر. صحيح. تفاوض بين حماس واسرائيل. نعم. بص، حماس واسرائيل اللي كانوا دي ارهابيه. نعم. بقت النهارده هيتفاوضوا معاها. اوصل للمرحله الثانيه تنتهي بوقف دائم بيرمننت. نعم. سيز فاير. نعم. وبعدين المرحله تبادل المحتجزين. نعم. المرحله الثانيه اعاده الاعمار. نعم. اللي بيدير امريكا. امريكا، ما احنا قلنا دايما. تعال بقى شوف ايه، فوجئنا بالاتي. تاثير وزير الخارجيه الامريكي امبارح قال ايه لما جه؟ نتنياهو اكد خلال لقاء معه التزامه بمقترح بايدن. قالوا النهارده في المؤتمر الصحفي. في الصحفي. الصبح. تمام؟ نعم. وبالتالي طبعا بقى في، ومصر دلوقتي اعلنت انها تلقت رد رسمي من حماس وهتبحث الرد هي وقطر. ده لسه من ساعه. لسه حالا دلوقتي. من ساعه. مظبوط. جايلك وانا سامعها بره. نعم فندم. طيب تعالى بقى نشوف الدنيا ماشيه ازاي. نعم. هنا بقى التحليل. طب قلنا الاحداث. نعم. طب التحليل ايه؟ نعم. القادم ايه؟ القادم. لا تعالى كل واحد فيهم عاوز نشوف اللوحه الثانيه اللي هي موقف القوى المختلفه من مقترح بايدن للسلام. انا عايز اقول بين قوسين مصر. ما علينا. اول حد مين؟ يحيى السنوار او حماس او اللوحه. نعم. انا عايز اقول حماس هي يحيى السنوار، لان يحيى السنوار هو اللي قاعد هناك على الارض، هو اللي بيتكلم. اللي هو بيدير. عايز ايه؟ عايز ايه؟ وقف دائم لاطلاق النار. بيرمننت سيز فاير. نعم. ده حماس عايز كده. ليه؟ وله حق الصراحه. السنوار. السنوار. يعني انت عايز نديك الرهائن اللي عندي وبعد شويه تيجي تضرب تاني؟ تضرب تاني. انا عايز كده. حاجة تانية حماس عايزاها ايه؟ انسحاب الجيش الاسرائيلي من غزة. نعم. حاجة التالتة بقى ضمان دولي لوقف اطلاق النار. مين يضمن اسرائيل؟ لا هو عامل هو عامل بقى الاتي، واحد يا فندم يا فندم، ما امريكا بقى قائد عسكري يا فندم. معلش، ما هي بتعمل، ما العنيه بالايه بس؟ هو لازم ياخد يطلب كده، هو طالب امريكا ومصر وقطر وبعدين طالب مجلس الامن. ما هو الناس تسال امبارح الله ايه اللي حصل؟ هنقوله بعد شوية. لان هو امريكا عايز تنجح. نعم. قالت لك اهو. نعم. هنعمل لك مجلس الامن. نعم. امبارح اول مره تحصل. اول مره 14 يوافقوا. وواحد يعني امتنع. يمتنع. امتنع روسيا. خلاص. امتنعت عن التصويت. في بقى حاجات سنويه وعاوزها. ان المساجين اللي هم اخدين 25 سنه، دي تفاصيل الاهم اللي هو تفاصيل. افراج وبتاع، لكن اهم ثلاث حاجات هم دول. نعم. عشان كده امريكا امبارح عشان ترضيه راحت عامله المقترح في ترضي السنوار. طبعا عشان يوافق. ما هو قال انا اسف. لا ايوه، بترضي السنوار. اشمعنى امبارح امريكا عملت الكلام ده؟ لان السنوار طالب ان مجلس الامن وليس الجمعيه العامه، مجلس الامن اللي دي لو ما نفذتوش بياخد عقوبات. نعم. قال لك انا عايز ضمان من مصر وامريكا وقطر ومجلس الامن. نعم. عشان كده امبارح امريكا قدمت مجلس الامن. نعم. حدش فكر ليه؟ لا. عشان ترضي السنوار. ادي اهو ارضاء للسنوار. ايوه طلبات السنوار. ايوه عايز ينجح اللي قاعد في الانفاق، فخلى الامريكان يدخلوا على مجلس الامن. ما هو بشوف بايدن عايز ينجح يعمل ايه؟ الراجل طالب كده. عايز بيرمننت سيز فاير، اطلاق وقف. عايز ينجح خطته. عايز ينجح خطته. فعمل امبارح. نعم. ده بيقول لك ان من سنين دعوا مجلس الامن مفيش عندنا. اول مره في من سنين ان 14 دوله توافق. واحده ما تمتنع. تمتر. فعشان كده ده لم يتم استخدام الفيتو امبارح. طبعا. لا ما برضو روسيا مش هتستخدم، عايزه تبوظ الدنيا. لا مظبوط. فبالتالي امبارح ده لازم الناس تعرف ما حدث في مجلس الامن هو لارضاء مين؟ السنوار. ولكن ليس العين السنوار، ولكن ايضا الصندوق 5 نوفمبر اللي جاي، صندوق الانتخابات الامريكي. هو اساسا هو الطريق للبيت الابيض. هو عمل عمل المبادره دي ليه؟ عشان يقول للناخب الامريكي انا حققت السلام، وعشان يحقق المبادرة ادي عمل دي. خلاص؟ نعم. فضل ماشي. النهاردة فوجئنا امبارح ان حماس، رويتر قالت لك حماس وافقت على قرار مجلس الامن. ومستعد للتفاصيل. اذا شفت بقى هو عمل ليه؟ ايوه. عشان حماس توافق. نعم. ده التحليل يا جماعة. نعم. ما هو الناس مجلس الامن اجتمع ليه؟ حماس تحت موافقة. اذا هو جاب جون. نعم. ده مين؟ جو بايدن. جون بالمبادره بتاعتنا. بالمبادره المصريه. المبادره المصريه نسبوها لنفسهم. نسبوها لنفسهم. نعم. تعالى بقى نشوف.